في واحد بيضحك بره. قال له انت فين؟ جاي عليا ده المهرج الشرير. عمو سلام عليكم تدفع عمو كده. في لعبة النهاردة انا الشرير، ومهمتي يا شباب ان انا اقضي على ناس كتيرة علشان خاطر اخدهم واعمل منهم شيطان هيقضي على البشرية. قصة جامدة جدا تستحق اللايك، ويلا بينا يا معلم. وادي يا شباب لعبة النهاردة اسمها انا قاتل متسلسل، وده السلاح بتاعي ودوت القناع بتاعي. وهنبتدي يا شباب اللعبة، واعمل لايك يا معلم وخليكم مندو واشترك حالا في القناة عبدو مندو. وادينا يا شباب داخل اللعبة 616 جيمز. طبعا يا شباب الشركة ديت اللي عاملة اللعبة ديت هي اللي عاملة بوب كيلر ولا لعبه ابويا والالعاب كلها اللي احنا نزلناها الفتره الاخيره ديت. طبعا العاب عظمه جدا وانتم بتحبوها، فاهم حاجه اللايك الجميل. اللعبه هنا يا شباب بتبتدي في ناس واقفين تحت زي ما انتم شايفين هناك، وزي ما يكون في اجتماع كبير كده. ايه ده انا واقف في بلكونه، انا اللي واقف بتفرج على الاجتماع الكبير. حلو قوي ده كرسي. الجو جميل والدنيا تلج وحلوه. وادي يا شباب البيت بتاعي، في واحد قاعد جوه عينه منوره. ودلوقتي يا شباب انا هخش عليه واقول له مساء الخير. انت عاوز تنضم للعصابه بتاعتنا؟ قدامك هدف لازم تصيبه، لو انت عرفت تصيبه صح هتنضم للعصابة بتاعتنا. دلاش يا باشا سيب لي انت الموضوع وملكش دعوه باي حاجة. فين يا باشا الهدف؟ هو الهدف ده واحد من الناس اللي تحت ثواني بس، ده بيقول لي خد القناصة بتاعتك وابتدي. ده العقد بتاعي ده. ده الهدف، الهدف اهو شباب الراجل اللي لابس بدلة دوت. تعالوا كده يا شباب ناخد السلاح بتاعنا. او ماي جاد كل دي قناصة حلوة قوي. ماشي الهدف اكيد هو الراجل ابو بدله اللي واقف في الانتخابات دوت. ايوه تقريبا يا شباب هو دوت المرشح الرئاسي، فلازم تقريبا اجيبه من دماغه كده. بص الاثنين الحرس اللي واقفين يا جدعان، ده يلا واحده هيت شوت كده في الدماغ يا معلم، وانا كده انضميت للعصابه. وبعد مرور اسبوع، ايه ده بس كده انا بقيت فين؟ ايه ده مساء الخير، ده واحد تاني دوت. مساء الخير يا ريس. ايه يا اسطى الشكل دوت؟ ايه خرب بيت شنبك؟ بقول لك ايه يا باشا، انت يا اسطى ما بتخوفش يا اسطى، انت بتضحك يا اسطى. في ايه يابا؟ فين الراجل اللي كان اداني المهمه الاولاني يابا؟ راح فين؟ ازيك يا مستجد؟ انت دلوقتي انضميت للعصابه بتاعتنا بتاعت القتله المتسلسلين. طبعا انت قصبت اول اهدافك، ولكن يا معلم الزعيم دلوقتي دخل في السبات بتاعه، مش هتقدر تشوفه تاني غير لما نغذيه كويس، وهتغذيه عن طريق ان انت هتنزل تموت في الناس الشريره. ها؟ الشريره. وبعد كده هتجيب لنا الجثث بتاعتهم وتحطها في الصندوق اللي ورايا دوت علشان خاطر الزعيم يصحى تاني. بجد والله؟ يعني انا هجيب ناس وارميها هنا؟ بجد وريني كده الصندوق ده، عايز ابص جوه. الزعيم نايم جوه؟ سلمنا عليه كتير، انا بحبه قوي، انا كان نفسي من زمان انضم للعصابه بتاعتكم ديت وابقى قاتل متسلسل شرير. ايه الرسمه ديت؟ ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هو راح فين؟ مش كان واقف هنا؟ ماشي ما علينا يا شباب، دلوقتي انا هنطلق في رحلة الإجرام الشريرة بتاعتي. طبعا يا رجالة نادر جدا لما الواحد بيشتغل مجرم في الألعاب، كل مرة ببقى أنا الطيب الجبان الشجاع اللي بجري من الأشرار. لا المرة دي أنا معايا المسدس والقناع بتوعي، هاخدهم وهنزل أمي الضحايا بتوعي. ودلوقتي يا رجالة ومعانا أول ضحية. هو أنا كده في الشارع ولا إيه؟ يعني دي عربيتي؟ ثواني كده، ده الصندوق بتاع العربية. واو هنا هنرمي أكيد ال أنتوا فاهمين بقى، دي العربية نسوق العربية دي بتتساع يا جدعان ولا إيه؟ مساء الخير، ده الهدف الاولاني ساكن هنا ولا ايه؟ ولا في الشارع ده ولا فين يا عم انت؟ الو اروح فين؟ تعال كده جعان نتمشى كده نستكشف في المدينه ديت. بسم الله في واحد واقف هناك اهو، واحد واقف هناك اهو. عمو انت استنى، انا المفروض اخد المسدس صح؟ انا ما خدتش المسدس بتاعي من العربيه صح؟ استنى كده المفروض الحاجه دي الاقيها ورا هنا صح؟ ايوه والله العظيم كنت شاكك، والله كنت شاكك. انا لابس قناعي ومعايا مسدسي. مساء الخير، واقف هناك اهو. تعال كده يا شباب نخش عليه الاول نشوف هيعمل ايه، رده فعله ايه. عمو سلام عليكم تدفع عمو كده. اوف شت شت، الحق الحق يا جدعان، الراجل بيصحى ازاي؟ انا سرير. هاتوا بسرعه هاتوا بسرعه، شيل يا معلم. ايه ده؟ بص وشه يا جدعان، عبي عبي بسرعه في العربيه، لازم يا جدعان قطع من قبال العربيات ماشيه هناك كتير، ربنا يستر ما حدش يشوفني. ارمي يا معلم الراجل ده هنا، اقفل بسرعه، شيل القناع ده والحاجه دي. استنى انا بفتح ليه تاني، خلاص اركب العربيه روح على المقر بتاعنا. كده يا شباب جبنا اول ضحيه، معرفش بقى هو هيروح على المقر ولا هيرجع على بيته. ايه ده هو راح فين؟ هو راح للضحيه التانيه ولا ايه؟ ثواني، لا ده هو رجع على المقر، لازم اجيب ضحيه ضحيه. حلو قوي الكلام ده يا جدعان. طب هناخد الضحيه دي بقى نحطها في الصندوق ولا نعملها ازاي؟ ماشي هنشوف دلوقتي، هنشوف كل حاجه يا شباب هتبان. بص يا جدعان راسه يا جدعان وايديه مدلدلين ازاي. ماشي الو السلام عليكم، جيت لك يا باشا باول ضحيه. ده في لمبه هنا، هحطها هنا. حلو قوي. ما تقوليش ان انا هفرتكوا. ايه ده في ثلاجه؟ ايه ده؟ لا اقفل اقفل يما
عمو وفين الراجل؟ فين يا جدعان؟ بقول لك ايه، الزعيم جوه نايم هنا، اللي احنا عملنا له اول مهمه خالص شباب في بدايه اللعبه زي ما انتم فاكرين. طيب دلوقتي شباب انا اها حلو قوي، يلا بسم الله الرحمن الرحيم، اصله قبل ما نربح. اديله يلا واحده هنا بقى، واحده في الدماغ كده. كفايه يا عم كفايه، ده انا نفخته خلاص خلاص، هي واحده بس. هاتوا كده هو الراجل نصين. دي دماغه يا عم، دي دماغه. فين؟ اه ارميه هنا صح، ارمي. ايه ده، رميته يا جدعان، الراجل دخل جوه، الراجل دخل جوه. اروح فين دلوقتي؟ يا عم انت بتيجي منين يا عم؟ انت شبح يا عم ولا ايه؟ مساء الخير. كفو عليك، انت دلوقتي جبت اول ضحيه، بس طبعا لسه ضحايا كتير جدا. انا طبعا هبعتك تجيب ناس تانية، بس طبعا خليك فاكر كل الناس اللي انت بتقضي عليهم دولت ناس اشرار، اشرار جدا. احنا بننظف المجتمع من الحساله، ماشي؟ خلاص ماشي يا كبير. دلوقتي رجاله، الراجل بعتني اداني مهمه. بعد اذنك يا عمو. عمو طب اروح فين؟ لازم اودش الناحيه الثانيه، على ايه بيختفي عادي، طبيعي جدا. ماشي دلوقتي رجاله، هو بعتني اداني احصائيات ناس تانيين، هروح لهم يا شباب عشان خاطر نجيبهم ونحطهم في الصندوق وهكذا. اخد القناع الاول. لا انا معايا القناع تقريبا، اسوق العربيه على طول والى الضحيه رقم 2. انا وصلت فين؟ في اشاره مرور شارع لا ثواني كده، ايوه الطريق كده، في بوكابورت هناك. مساء الخير، ده في واحد واقف هنا صح، ولا ده عمود نور ده ولا ايه؟ انا نسيت القناع صح، انا ما خدتش القناع، انا ما خدتش القناع. لا نسيت القناع، استنى يا وليه، استني 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 استني، ما تهربيش. هات القناع، هات القناع مندو، هات القناع مندو قبل ما الناس تهرب. يلا يلا هات يا عم، انت ركبت العربيه ليه؟ انزل يا عم. اهي اهي اهي، وبا 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 وبا، هيد شوت، تشيل بسرعه واجري قبل ما حد يشوفك. ارمي، اقفل 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 اقفل، اجري على المقر، اجري على المقر. الحمد لله يا جدعان، اللي كانت ممكن تهرب واخسر عليا اللعبه من الاول، بس الحمد لله لحقناها. الله يا استاذه، عندنا اكل عيش والله، يعني انا فرد جديد في العصابه ومحتاج ان انا اغذي الزعيم. يا الزعيم انا اطبخ لك الوجبه الثانيه بسرعه يا الزعيم. وطبعا يا رجاله 3 2 1، طبعا انا دلوقتي بعمل حاجه اسمها ايه، شاورما بالبني ادمين وخلاص كده. ماشي كفايه كده، تعالى بقى نشيل الشاورما بتاعتنا ديت ونديها للزعيم. اوبا يلا الحق يا جدعان، الحق يا جدعان، الزعيم مخه ظهر، مخه. الله الله، الزعيم بيتكون، هيتكون على الحيطه هنا. حلو قوي، انا اتحمست يا جدعان عشان نشوف شكله. تقريبا كل ما اجيب له ضحيه كل ما جسمه هيبان هنا اكتر. حلو قوي، طبعا عمو ده هيطلع لنا من اي مكان دلوقتي، اقعد على الكرسي. مساء الخير، ازيك يا عمو؟ انت سريع جدا، الزعيم فرحان بيك جدا. دلوقتي الزعيم محتاج جثتين بقى المره دي، مش جثه واحده، علشان يتكون بسرعه. انت قادر تعملها ولا مش قادر؟ طبعا يا باشا قادر، ده انا تحت خدمات ام الزعيم دوت يا معلم. يلا بينا معلم، هات كده الادوات بتاعتي ويلا بينا نروح نجيب له المره دي 2 بقى مش واحد. دلوقتي يا رجاله انا وصلت اللوكيشن، هاخد يا باشا القناع بتاعي والسلاح بتاعي وهتوكل على الله كده. استعنا على الشقه بالله، يا رب كرمنا يا رب. يا عم القمر الجميل ده، بص يا شباب انتوا قاعدين فوق بتتفرجوا عليا اهو، ده الناس اللي عملت لايك يا جدعان كلهم قاعدين فوق بيتفرجوا عليا. الله يا امارات، بالذات بقى لو انت كمان كنت مشترك في القناه. انا ماشي في الغابه ديت بقالي ساعه. ايه ده، انا فوتت حاجه، ثواني. ايه ده، الله في واحده بترقص، ثواني بس. استاذه بص يا جدعان، هجيبها من بعيد هيد شوت بقى، واحده هيد شوت كده في الدماغ. وبا الله عليك يا مندو فنان. اقف يلا، اقف يلا، كنت هتهرب مني. ايه ده، في صوت موسيقى، طفي يا عم، طفي يا عم، طفي يابا. تعالي يا ابله، تعالي يا ابله، تعالى انت كمان. لا لازم اشيل واحده بس، اوكي ده الزعيم هيبقى مبسوط قوي. ارمي يا باشا هنا. ايه ده، بص ايه ده، انا خلعت القناع، المفروض اجيب التاني صح؟ ايوه ينفع يا جدعان اجيب التاني. طبعا كده يا رجاله انا خلصت 2 وجبت له كمان 2، ده ايه الراجل ده يا جدعان، ده جعان قوي شكله. طبعا انا رميته هنا في الصندوق. ايه ده، ايه النومه ديت، ما تنام عدل يا عم. طبعا يا رجاله انا هوديهم، وطبعا لو في جديد هقول لكم، ما فيش جديد هنعملهم شاورما ونديهم للزعيم وهختصر الوقت ده كله. دلوقتي يا شباب انا خلصت على 6، وادي الراجل اهو ورميتهم هنا للزعيم. الزعيم لسه زي ما هو عباره عن مخ، ده جعان قوي يا جدعان الراجل ده بياكل، سامعين صوته وهو بياكل. طيب دلوقتي يا رجاله هروح اشوف الاستاذ المتخفي دوت فين. الو استنى بس. يا عم انت عم ما تظهر بقى في مكان عيد، انت كل مره تظهر لي في مكان، عامل ايه يا ريس؟ كفو عليك، دلوقتي يا معلم في واحد من رجالتنا بطل ياكل الزعيم وبطل يجيب له اكل، وانت الوحيد اللي شغال معانا شاطر. دلوقتي يا معلم انا هبعتك تخلص عليه، وبعد كده يا معلم تجيبه لنا عشان ناكله للزعيم. وما تنساش انا سبت لك هديه جديده على الترابيزه. خلصانه يا عم المهرج، انت عم المهرج الشرير، خلصانه او اختفى. بص على طول، الله ده ساب لي شجانه يا
جدعان، بقى معايا سلاح جيب، معايا شجون حلو جدا، ده انا هروح افرتكم يا جدعان. فين بقى هتولي الراجل؟ انا وصلت المكان اللي فيه القاتل المتسلسل اللي بطل يشتغل كويس، ودلوقتي الشباب انا رايح اعلمه الادب. هو فين بقى؟ ده انا رايح له البيت. طبعا رجاله المره دي المواجهه مع واحد قوي، مع واحد هيصد معانا. لازم يا رجاله ركز، المره دي المواجهه شرسه وقويه جدا، مش اي حد يقدر عليها. هو ساكن هنا، دي شقته. اكسر يا باشا الباب، اثبت مكانك. انت فين؟ انت فين ايها المتسلسل؟ انت فين؟ اثبت مكانك، هنا عنوانك. استنى، في شجان هنا ولا طلقه جت؟ شجان ولا طلقه جت؟ اوبا، ايوه. ايه ده؟ ده في بني ادم هنا يا جدعان، وهنا اذا في حد بيضحك بره. الو، انت فين؟ جاي عليا ده المهرج الشرير، المهرج الشرير. لا لا، خلصت عليه. والله كفو، والله كفو، ده الجوكر يا جدعان، ده الجوكر. ربنا، والجوكر معانا في العصابه. طب والله كويس، ده لو اعرف كده يا جدعان انا اتصلوا بباتمان عرفوه. تعال يا عم الجوكر، ارمي، عايز اشوف شكلك يا عم. ده انا هنفخك النهارده. تتعبش الزعيم، تتعبش الزعيم. ماشي، انا هوريك يا عم الجوكر. اقفل يا عم الباب ده. شفت الشباب ضحكته وبتاع؟ ضحكه الجوكر، الجوكر يعني. الله جوكر، ايه ده؟ القناع واقع من على وشه. ماشي، دلوقتي الشباب فين البيت بتاعي اهو؟ والان مرحله عمل شاورما بالجوكر. ادي يا شباب وشه اهوت. اوبالا، اخلع القناع ده، اخلع القناع ده، مش لاقي عليك. هو ايه اللي في التلاجة دي؟ انا افتكرت دلوقتي. والان طريقه عمل الشاورما. اوبالا الراجل، خلاص كده كفايه يا جدعان، كفايه. دلوقتي الشباب هحطه. ايه ده؟ الزعيم لسه زي ما هو يا جدعان؟ ما هيتكون ازاي يا جدعان؟ هو عباره عن مخ بس دي، ولا معده دي، ولا مخ كبير شويه؟ انا حاسس ان المخ ده كبير شويه. انا الراجل اتشفط يا جدعان، بصوا يا جدعان بيتاكل جوه يا جدعان. بسم الله. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم انت بتخضني يا عم بقى، مش كل شويه تطلع لي بقى عايز ايه؟ مبروك يا معلم، جاهز لمهمه جديده. يلا بقى يا معلم، علشان خاطر تنزل المهمه الجديده، بس الاول انت شكلك تعبان، خش نام لك شويه. تسلم حبيب قلبي. فين السرير؟ هو ده؟ هنام جنب الزعيم؟ ماشي. ذكاء. ايه ده؟ الحق يا جدعان، الزعيم بيكبر، الزعيم بيتكون يا جدعان. بطنه طلعت اهي، ده ما طلعش مخ، ده طلع بطن، ده ولا مخ في البطن، ده ولا ايه؟ ده اول مره اشوف واحد مخه في بطنه يا جدعان. تعال ننام جنبه شويه يعني، ونسنا ونسه وكده، نبقى اصحاب وحبايب. ايه ده؟ انا سامع صوت، صوت طلق، في صوت طلق، في صوت طلقات. الو، شت، مين؟ ثواني بس يا جدعان، انا خفت، في حد عندي في البيت. الو الو، انا اتقتلت. تعالوا بقى يا جدعان نشوف الحوار ده، لان انا اصلا فكرت واحد تبعنا. خد يالا، خد يالا، بس كده انا جهزت لك، عرفت ان انت مش تبعنا. انا فكرت والله جاي يدافع عني، ده مع خفت اضربه راح هو مغفلني. تعالى بقى، تعالى اكلك للزعيم. انا كنت تعبان اصلا ومش قادر اشتغل. خلاص، هو جيب رجليه. اخويا الزعيم، جبت لك واحد مافيا زي العسل، كان دخل علينا البيت عشان يخلص علينا، بس انا عمت بالواجب يعني. بص، فين الراجل بقى الشرير؟ بيظهر امتى؟ الو، انت قاعد على الترابيزه هنا. بقول لك يا معلم، مين ده؟ انت لسه عايش؟ ده انا كنت بعتهولك اختبار علشان خاطر يخلص عليك، بس انت طلعت قدها ياض. خلصانه، خش كمل نوم وبعدين نبقى ايه، نشوف المهمه الجايه. يعني يا اسطى انت، يا اسطى بتعمل لي فخاخه يا اسطى واختبارات. ما انا قايل لك يا اسطى ان انا كفاءه يا اسطى. حول الله يا رب. تعال يا عم نشوف يا عم الحوار ده. يا عم تعال نخش. ايه ده؟ مفيش نوم؟ ده بيقول لي روح كمل مهمتك. ماشي، فهمت. اوكي، ده شباب مهمه جديده، بس شكلها برضك هتخانق مع قتله ماجورين، بس هو ما رضاش يديني سلاح، قال لي هتروح من غير سلاح. بس ايه السلاح اللي انا خدته ده؟ ده فاس. رايح بفاس. هم فين بقى؟ ثواني يا جدعان، عشان المره دي الموضوع يبقى صعب بقى. الموضوع بفاس خلاص بقى، جو المسدسات ده انتهى. دلوقتي الشباب اروح فين؟ طيب اخش انهي بيت ولا انهي حاره؟ اكيد الحاره الضيقه ديت. ماشي، دلوقتي هنخش يا رجاله ونشوف ايه الحوار ده. ثواني بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هو فين الضحيه؟ بس الضحيه ده يا شباب بيقول لي قوي، يعني كان قاتل ماجور زمان وطلع معاش اهو. خد يلا، خد يلا في دماغك، يلا خد يلا. اوبا، ده لابس قناع يا جدعان. اوف، لازم اهلس. اوبا يلا، ده مش بيموت يا جدعان. خد يلا، ايوه ده انا مندو، يلا ده انا مندو، يلا تعالى تعالى، اديني اي حاجه. انا خلصت علوم على طول. ارمي هنا، اقفل يا باشا الباب، ويلا بينا يا معلم نروح ناكله للزعيم. زعامه، اتفضل يا زعامه. اوبا يلا، الزعامه لسه زي ما هو، ده طلع له حزام بس في بطن، ده بيتكون بالهدوم يا جدعان. ايه يا عم الكائن ده؟ فين يا عم الراجل الشرير اللي هنا؟ انت هنا؟ ازيك يا كبير، عامل ايه؟ انت جاهز لمهمتك الاخيره؟ اجهز بقى يا معلم علشان رايح تجيب اخر ضحيه، وبعد كده الزعيم هيصحى من السبات الشتوي بتاعه دوت. عاوز تعرف ايه طبعا اللي هيحصل بعد ما يصحى؟
اول حاجة هنعمل جيش عملاق من القتلة المتسلسلين، وبعد كده هنطهر العالم كله من الناس الشريرة. طيب اذا كان كده انا معاك، انا موافق اروح اجيب لك يا باشا اخر ضحايا. بس بيقول لي يا شباب اخر ضحايا ديت ايه ده؟ في ايه؟ انا ما خدتش ايه ده؟ السلاح بتاعي فين؟ طب هنزله من غير سلاح، الراجل راح فين؟ الو اللعبة بتسيف؟ وفي حاجة هنا؟ او ماي جاد، معدته طلعت في دماغه ورجليه بتتكون. رجليه اتكونت اهيت ومعدته طلعت في دماغه كده فاضل، بس دماغه كبيره قوي يا جدعان. اوكي طيب دلوقتي في حاجه هنعملها ولا حاجه؟ طب السلاح فين؟ الو الو، انزل من غير سلاح طيب ولا ايه؟ طب انزل على طول. بيقول لي خش نام تقريبا. هنام صح، هنام جنب الزعامه. وريني كده. هنام جنب الزعامه يا عم. هو صاحي من النوم اهوت يا جدعان، والزعامه جنبه، زمانه خلص تقريبا، بس هو محتاج ضحيه اخيره. بس اكيد بقى اخر ضحيه انت يا جدعان هتبقى صعبه جدا. ما اظنش ان هو هيديني سلاح المره دي خالص. بقى وريني كده، الزعامه لسه زي ما هو صح، مفيش جديد. ماشي دلوقتي الراجل ده اكيد مش هيظهر لي عشان لا سابني المسدس. طول ما انا معايا المسدس انا مطمن. ايه ده، انا لمحت حاجه هنا؟ لا تهيؤات تهيؤات. والان يا شباب انا وصلت لحد اخر ضحيه. يا ترى اخر ضحايا ديت هيبقى عامل ازاي، ومين هو ساكن في القصر دوت؟ بس بيقول لي يا شباب الضحايا ديت كان واحد من اقوى قتله متسلسلين في العصابه. ايه ده، انا طلعت فوق السطح، هو ساكن على الروف ولا ايه؟ ايه ده، واقف هناك اهو. انت يا عم انت فين المسدس؟ ايه ده، ماسك قناع، ده خلع القناع. بقول لك وريني وشك كده، استنى كده يا جدعان، ما بينطش، مش هينفع اشوف وشه، انا اشوف بيقول لي ايه. طبعا انت جاي تموتني، طبعا انت اتغسل دماغك وضحكوا عليك وقالوا لك غزي الزعيم وقعدت تموت في ناس، وانا اللي عليا الدور. يلا مش مشكله، انا كمان اتضحك عليا، ولكن اكتشفت دوت عند الضحيه الاخيره. الحمد لله ان انا فقت. انا دلوقتي لازم اضحي بنفسي عشان خاطر امسح الذنوب اللي عليا ديت كلها. وانت قدامك خيارين، يا تموتني وتروح تأكلني للزعيم والزعيم يصحى من نومه ويبقى اكبر زعيم شيطاني في المدينة كلها وفي العالم كله، ويحتل العالم ويدمر العالم ويحكم العالم ويموتك انت كمان، يا اما تروح تخلص عليهم كلهم وتخلص على الزعيم الشيطاني بتاعهم الشرير دوت. بص يا صاحبي، انا مش عارف رجال، انا هسيب لكم انتوا الاختيار دوت. يعني الراجل دوت الشباب بيقول ان الزعيم اللي هناك راجل شيطان وشرير وهيصحى يبيد البشرية، اسمع كلامه ولا اكمل في اللي انا فيه؟ بس انا شفت يا جدعان الناس اللي انا موتهم تقريبا كانوا نصهم اشرار، يعني نصهم ناس وحشه، بس الناس اللي مش وحشه بقى اللي كانوا في المخيم. شكل الراجل الشباب كده عنده حق. فدلوقتي انا ايه، هجرب المرتين، يعني مره كده ومره كده. وفي الاول وفي الاخر يا شباب انتم هتحكموا، حطوا نفسكم مكاني لو انتم بتلعبوا هتكملوا. انا بصوا بصراحه انا هكمل، انتوا بقى اكتبوا لي رايكم، هتكملوا ولا هتسيبوا الراجل دوت في حاله وتروحوا تخلصوا على عصابه؟ اكتبوا لي تحت شباب في الكومنتات. انا كعبد هعمل الاثنين بصراحه، بس الاول القرار الاساسي بتاعي ان انا اخلص على الراجل دوت. هديله واحده هنا. يا ريتني خدته قبل ما يقع. هو نزل خلاص، تعالى ننزل نستقبله تحت بقى. طبعا يا رجاله انا كده هنزل اخد الراجل دوت واوديه للزعيم، الزعيم هيتكون وكده الشباب هنشوف شكل الزعيم وايه اللي هيحصل. وبعد كده الشباب هعيد اللعبه كلها من الاول. اوبا العيد ده كله تاني اهو الراجل. بعد كده يا شباب هنشوف ايه اللي هيحصل لو انا رحت ايه غدرت بالعصابه. ايه ده، هو الراجل ده ميت كده ليه؟ ميت ماسك القناع بتاعه. حول الله يا رب. تعالى يا جدعان نطلعه للزعيم بقى. زعامه يا عم، شيل ايدك ديت يا عم. زعامه اتفضل يا زعامه، اتفضل يا كبير. ايه اللي هيحصل بقى يا جدعان؟ الزعيم بيتكون اهو، بيتخن بيكبر. هي دي راحت فين؟ كان عنده دراعين، بقى عنده دراع ونص يا جدعان. حد اخد باله من النقطه ديت؟ ايه ده، ايه الصوره ديت؟ الصوره ديت موجوده من الاول. زعامه مفيش جديد، انت بتاكل كل ده؟ طب اروح فين يا جدعان؟ تعال ندق اهو الراجل يا عم اهوت. يا عم ايه يا عم انت، ايه اللي هيحصل؟ بيقول لي انت جاهز؟ بقول له يا عم ايوه انا جاهز يا عم وبتاع، عمال يرغي معايا. بيقول لي دلوقتي شباب الزعيم بتاعنا هيصحى وهيبيد البشريه ومش عارف هيعمل ايه. استنى بس يا عم انت، يعني مفيش مهمات تاني كده خلاص؟ بيقول لي خد البتاع اللي على الترابيزه ديت. حلو قوي، هاخد البتاع اللي على الترابيزه ديت واروح ارميها هنا للزعيم. ايوه البتاع ديت الشباب اللي هي الرسمه ديت. ابروفد، مقبوله. انا مش فاهم حاجه، انا اتضحك عليا ولا ايه؟ هل احنا يا شباب صنعنا؟ ايه ده، النور قطع. ايه ده، في حاجه حمراء هنا، في نور احمر جوه. ايه ده، انا وقعت. اسحف اسحف اسحف، انا بقع يا جدعان. ايه ده، انا بقع، انا عمال اقع يا جدعان. النور قطع والراجل اختفى. تقول ليش هيظهر لي في اي حته دلوقتي؟ هينزل لي من السقف؟ هيطلع لي من تحت السرير؟ عمو الو، هو راح فين؟ ايه ده، اوه ماي جاد، المكان بقى لونه احمر قوي يا جدعان. ايه ده،
انا اخدت ضرب على نافوخي قال جاي وقع مات. ايه ده انت جيت؟ ما هو ده الراجل اللي كان علق بيني في اللعبه. انت الزعيم بقى؟ هو ده ايه؟ لازم كل فتره كده تنام لك شويه؟ ايه هتاكلني انت فعلا شيطان زي ما بيقولوا؟ ايوه هتعمل ايه يعني يا عم؟ انت ما تخلص يا عم هتعمل ايه؟ الو يا قلب اخوك هتعمل ايه يا قلب اخوك؟ انا ما بخافش يا قلب اخوك. هياكلني صح؟ جعان وهياكلني. اكلتك ايه ده؟ ده بيمدل ايده كده. النهايه الاولى انا بقيت مساعد للشيطان دوت، يعني عذر الشيطان الرجيم يعني. طبعا دي لعبه اوهام وخيال طبعا الشباب، ما حدش دوت جرب دوت في البيت او المنزل او هو البيت هو المنزل او اي مكان عامه. تعالوا بقى يا شباب نخش على النهايه الثانيه. عمو انا جاي انقذك يا عمو، بس خد بس هنا كده الغي الرغي ده كله خلاص. ايه ده كنت هموته تاني يا جدعان من غير قصدي. خلاص انا هنزل يا جدعان، انا هسيبه وهنزل، هسيبه وهنزل. خلاص يا عمو انا راح موت لك الشيطان ده يا عمو، ما تزعلش نفسك يا عمو. انا دلوقتي الرجاله رجع المقر عشان اقضي عليهم. هم فين بقى؟ ثواني بس، انا فين المسدس؟ ايوه المسدس اهوت. تعالى بقى هم فين؟ هم في ازهر وبان علي. هو ده الزعيم؟ بقول لك ايه يابا، شايف مخك ده؟ خد 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 خد. يلا يلا يلا. فين الراجل التاني؟ فين الراجل التاني بس؟ هو راح فين؟ ايه ده النور قطع، النور قطع. الراجل راح فين؟ الراجل اختفى؟ اوبالا اوبالا، النور قطع بجد، الدنيا بقت حمرا خالص. ده اختفى. الله عليا الله عليا، انقذت البشريه، انقذت البشريه بعد ما كنت هبدها. وراح فين؟ الو خلاص كده؟ خلاص هروح انام تقريبا. ايوه هنام يا عم خلاص. ايه ده انا صحيت من النوم والظاهر كده يا شباب في قتلة متسلسلين واقفين جنب سريري. نعم عاوزين حاجه؟ انا مسدس طبعا مش معايا وكلهم ماسكين مسدسات كتمه للصوت. الله اه الظاهر كده يا شباب عشان انا خلصت على الزعيم. لا انت بتعمل ايه؟ وبكده يا شباب خلصت حلقه النهارده. النهايه الثانيه هي كانت نهايه سعيده والنهايه الاولانيه حزينه او العكس، مش هتفرق يعني شباب كتير. وبكده شباب اشوفكم بقى الحلقه الجايه ان شاء الله على خير. اهم حاجه تكون عملت لايك وشاركت فيديو عبد ماندو، وخليك كوماندو بقى يا معلم، وبتخافش كده وبتحب تتفرج على العاب رعب جامده زي دي. هي مش رعب اصلا ولا حاجه، دي كوميديه يا جدع. اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.